يتكلم بعفوية وبكل حرية. اليوم صوتك مسموع. عبر كي بغيتي. أهلا بكم. المرآة عيونك تراك، ليس انعكاسا للصورة فحسب، وإنما هي علاقة وطيدة تجمعنا بها، قد تصل أحيانا إلى حد الهوس. إلى أين وصلت علاقتنا بها؟ وكم من الوقت نستغرق أمامها لنشاهد؟ ما نقدرش نخرج من الدار أنا بلا ما نشوف راسي في المرايا. يعني واخا كيقولوا لي مزيونه وداك الشيء، لا ما نقدرش نخرج. بالنسبه لي المرايا عاديه وضروريه، حاجه باينه تكون ضروريه. لا المرايا ماشي ضروريه، بعد ساعات كنمشي نشوف فيها، ماشي دائما في الصباح ولا في العشيه. طبعا ضروريه ليلي كل مرة. يعني كتنوض الصباح كتغسل وجهك كتعاود شعر وكذا، المرايا ضروري خصها تكون عندك المرايا. طبعا ضروريه في الحياه للانسان، المظهر ديالو يشوف الحاله الشعيوار الزايد يشوف راسو كيفاش غيخرج. مهم ضروريه، طبعا ضروريه. عادي المرايا مجرد فهمتي كتدخل كتستعوض راسك كتخرج. ضرورية تجي تلبس عليك ضروري خصك تشوف راسك في المرايا، تجي مكياج ضروري خصك تشوف راسك في المرايا، بلا مرايا كيفاش تعمل المكياج؟ ضرورية لأي واحد، ضرورية المرايا. طبعا ضرورية في حياة الإنسان، أي واحد ضروري فين تكون عنده مرايا في الدار، كيشوف الشكل ديالو كيشوف راسو. سي ضرورية المرايا في حياتي، أي واحد ضروري المرايا في حياته. حاجة ضرورية، الإنسان إذا نظم ما شافش راسو في المرايا كيفاش غيكون أمام الإنسان وهو دايس في الشارع؟ المرايا ضروريه، علاش الانسان كي مهم 50% بالنسبه ديالو باش كيشوف الشكل ديالو، ربما يكون عنده شي موعد ولا الخدمه ولا شي حاجه مهمه بالنسبه ليلو. انا فوق ما نخرج خصني ربع ساعه 20 دقيقه نشوف في المرايا عاد نخرج. يعني ماقدرش نقول لك لا دقيقه جوج دقائق ما كنكملهاش كاع. ملي كنكون بوحدي في الدار شي ساعه نص ساعه. غنقول لك انا كنستغرق زوج دقائق حتى ثلاثه بزاف على كلشي بالصبات تصرص. انا الشعر نقول لك شنو الساعه تقريبا هايده 30 ثانيه صافي، المهم عوض راسك خرج صافي عاد. خمسه دقائق زوج دقائق صافي، يعني على حسب في الصباح نص ساعه هايده نص ساعه ما كان. دابا بالنسبه لي اللي حلق انا تقريبا 8 ساعات وانا قبلت المرايا، هذه حاجه عاديه، هذه على حسب ساعات الخدمه. وبالنسبة عاوتاني للضرع وكنكون عاوتاني كنكون خارج نورمال كنسول راسي عاد نخرج، حاجة ضرورية يعني.